ورجعنا لكم والاهلي في المونديال، ولان الاهلي لسه في المونديال برضه لسه الامال موجوده ولسه الاماني ممكنه، وعشان لسه الاماني ممكنه خطوه النهارده مهمه جدا في سياق اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح. اصل الاهلي ليه كتالوج واحد مش اتنين؟ احنا كنا بنكلمكم ان دعم المدير الفني وتوفير الاجواء للفريق هو ده منهجنا، هو ده اللي احنا واثقين فيه. النهارده النادي الاهلي بينزل رساله دعم لبيتسو موسيماني مهمه جدا في توقيت مهم جدا، بيقول للجميع ان النادي الاهلي كله، جمهوره، ادارته، كل الفريق متجانس ومتكاتف وكله ملتف حول خلف المدير الفني وخلف اهداف النادي الاهلي المهمه والكبيره. وكانت لحظه في وقت كان فيه لغط كتير جدا، كله جاء من خارج النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي خرج ليقول كلمه مهمه جدا في الوقت ده مقتضبه ولكن الرساله واضحه.